حاجه مهم وضروري جدا نحتفل الجميع بالقرار الاممي اللي كان امس وقت تلوته، فهو قرار مهم ورحب به المغرب على جميع المستويات، وقد انصف المغرب مره اخرى على ان المغرب يريد حلا سلميا في اطار الامم المتحده حصريا. ويبدو لي ان المنتظم الدولي تفهم بان المغرب كان ولا يزال على حق، وانه كل ما قام به المغرب وما طلب به المغرب فهو حق مشروع، ونكاد ان نصل الى ان المنتظم الدولي اصبح معنا على مستوى تحقيق الحكم الذاتي وعلى مستوى المساطر المتبقيه. اعتقد هذا جهد كبير للدبلوماسيه الملكيه اولا والدبلوماسيه الرسميه ولجميع انواع الدبلوماسيات الموازيه التي نفتخر بها كمجتمع مدني وكصحافه، حتى الصحافه هي الدبلوماسيه الصحفيه.